الناس عملوا الشر متغر واخدين كل الجوائز فيه والخير دلوقتي بقى بكرة والصحوبية بقت بجنيه. قرب يا عم قرب يا عم اشتري كل السلع فالسوق ومفيش معادن ذهب والطيب خلصوا واللي تسلم له تطمن يطلع على قرشك بيأمن والدنيا تخلص على الدنيا تخلص على ايه. وهكذا ايامنا ماشيه بمعجزه هكذا الشر بقى فيه استاذه حتى الجدعان ما بقوش جدعان ركز هتلاقي الناس شاطرين في الاذيه وفي الندله والسواد فعلي وقوالة والبياض هو اللي حالة والخيانة والقساوة والتعالي والغباوة كل دول ماشيين حلاوة كل لما بقى صاحب يطلع من نصيبي صاحب ينسى عيشي وملحدي ويخون جبنا خير اخرنا ضعناري وتقلي خيرنا صعب تلقى حد يكون مضمون. وهكذا وهكذا ايامنا ماشية بمعجزة بلاوي مكملة المشكلة الناس قلوبها محملة وبقينا نازلين كذب وسفين ومحدش عارف مين مع مين اللي في ظهري بيضربوني واللي مني قطعوني اشتريهم ويبعوني واللي شلته في عز دقيقة بعني من اول دقيقة كله خسارة والندالة بقت شطارة كله بيقطع في كله كده ليه الشهامة حلالاتنا كلهم واختنا قطرة احنا ليه هنموت عليها على ايه. وهكذا وهكذا ايامنا ماشية بمعجزة الله.